السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عطر، يعني من وجهة نظري فخم، عطر جميل من براند أجمل، وهو عطر أرستقراط. يعني عطر أرستقراط هو عطر رائع جدا، يعني مخلوط باحترافية. هتلاقي في الافتتاحية النوتات الحامضية اللي هو اللايم أو الحامض مع البرجموت واضحين، ولكن فيهم لمحة كده سويتي، لمحة حلوة، عشان وجود اللي هو البطيخ موجود في العطر، مخلوط يعني بامتياز مع العنبر، فمدي كده أكورد اللي هي حامضي سويتي فاكهي فريش، جميلة جدا يعني في العطر، مديله لمحة يعني راقية في الافتتاحية بتاعة العطر، بتشم اللي هو الايه الأكورد ده موجود. المسك كمان بيزود الفواحان، يعني في افتتاحية العطر مع بداية رش العطر بتلاقي الفواحان ممتاز. وجود كمان الياسمين اللي موجود في العطر اللي هو الاندوليك، في لمحة كده حيوانية خفيفة، مدي رونق كده للعطر وعامل توازن مع النوتات الفريش. يعني الياسمين كمان فلورال، بس اللي هو ليه لمحة كده اللي هو الاندوليك او اللمحة الحيوانية اللي موجودة في العطر. يعني مع الوقت يبدأ يدخل الباتشولي مع خشب الأرز السيدر والعود. كمان العود اللي موجود في العطر ده عود سويتي، مش العود الحيواني، مش الانيمالك العود الحيواني اللي هو الصعب الدارك ده، تمام؟ لا، العود اللي هنا عود سويتي كده، مناسب للمكونات اللي موجودة في العطر. التوازن في النوتات يعني يخليك محتار، يعني تصنف العطر ده ان هو شرقي ولا غربي، يعني عطر قديم برضو ولا عطر جديد. يعني بصراحة يعني عطر فخم جدا. يعني رأيي ان العطر افتتاحيته فريش، يعني طابع غربي، ولكن المسك والباتشولي وخشب الارز والعود مع الوقت بيدي لمحة جمالية شرقية كده للعطر. يعني برضو هقولك، يعني زي ما قلت لكم العطر كده عطر راقي وفخم من وجهة نظري، مش هتلاقي عطر يعني بالمواصفات الجميلة دي في السوق حاليا. يعني حتى لو ان العطر ده ممكن ناس تعتبره اللي هو من الاولد سكول، المدرسة العطرية القديمة اللي هي فيها ريحة افتر شيف مثلا في الافتتاحية العطرية، يعني نوعا ما موجودة، ولكن العطر فخم وجميل جدا، رائع، في توازن في النوتات، يعني حاجة ممتازة. يعني ثبات العطر حوالي 6 ساعات، ممكن يقعد على الملابس، ممكن يقعد 7 ساعات مثلا ولا حاجة، على الجلد هتلاقيه أقل، 5 ساعات، 4 لـ5 ساعات مثلا، فواحانه من ساعة لساعتين فوق المتوسط. يعني من أول ساعة لساعتين هتلاقي الفواحان فوق المتوسط. يعني بعد كده بيبدأ اللي هو الفواحان يقل تدريجيا كده، بس مع الحركة بيبقى فيه زي نفحات عطرية خفيفة كده جميلة. يعني ريحة العطر بصراحة يعني ريحة ممتازة، ريحة جميلة فريش، فيها اللي هو اللمحة الأروماتيك زي ما قلت لك، ممكن تعتبرها فيها جزء كده اللي هي اللمحة الفوجيري في البداية، في الحمضية جميلة مخلوطة باتزان سويتي، هتلاقي فيه حتة أنيمالك دارك، يعني في حاجات كده مخلوطة مع بعضها، عطر أرستقراطي فعلا، عطر جميل رائع. في ناس ممكن تعتبر سعره غالي شوية، بيبقى في حدود مثلا 160-170 درهم للبوتل دي، بيبقى 75 ملي. ففي ناس ممكن، يعني أنا بالنسبة لي لا، العطر يستاهل سعره بصراحة. يعني او ممكن بيبقى فيه عروض موجوده بتنزل في الدول العربيه، يعني اللي فيها اجمل محلات اجمل، ولكن حتى هو سعره 170 مثلا درهم ل 75 ملي، عطر مناسب جدا. يعني العطر ده لو اتحط عليه اسم اي براند تاني من البراندات النيش هيتباع باغلى من كده بكتير. يعني ولكن يعني براند اجمل، يعني براند رائع، مكوناته نقيه يعني، وعطوره فخمة مخلوطة يعني بامتياز. يعني يا ريت حضراتكم اللي جرب العطر ده يقول لي رأيه فيه، واللي حب يعني
النوتات بتاعته والكلاس بتاعته من الشرح اللي انا اتكلمت فيه النهارده. يعني ما احبش اقول لحد يشتري حاجه عمياني خالص، يجرب الاول في الستورز بتاعته. شكرا لحضراتكم، مع السلامه.